رئيس الدائرة أرسل لي الأمين العام لبلدية وهران اسمه فخة بن عمر، حاليا هو رئيس دائرة خميس مليانة بعين الدفلة، وهو اللي عرفني ودار لي كونتاكت مع العقيد صالح مدير المخابرات. متى كان هذا؟ في مارس أبريل ماي 2019. التقيت صالح، العقيد صالح، ما تعرفش اسمه كامل لانه يستخدم اسامي مستعاره. اسمه هو حقيقي صالح، ولكن المخابرات راهم يمشوا باسماء مستعاره، استاذ ما تقدرش اسمه، اسمه محمد يسمي روحه منير ولا مثلا اسماء مستعاره، ما تقدرش تعرف الاسم الحقيقي تاعو. الاسم الحقيقي، لكن هو التقاك في المكتب نتاعو في ماجنتا؟ لا، ما تلقيناش في ماجنتا حتى نكون واضحين، تلقينا في مقهى في المرشد، وقال لي يعني لازم نحتاجوك، وعلى بالي انت انسان جريء وعندك مستوى وما كانش لي يخرف فيك ونحميوك ومنا وانا عجبني الحال ومشيت في الخط نتاعهم. واش كانت الطلبات؟ واش كانت الطلبات نتاعو؟ شاركنا في المسيرات المضاده، ما يسمى بجيش خاوه. كان معنا إمام أحد المساجد في طيبو حي النجمة، كان معنا إنسان ملتحي واسمه محمد الأمين، كنا نتوجه إلى شارع خميستي أين يوجد الرابطة الوطنية لحق الإنسان للأستاذ قدور شويشة، كنا نرفع شعارات ضد قدور شويشة وضد القبائل وما يسمى بالزواف، وهذه هي أستاذ. هذه بطلب من العقيد صالح. نعم، ولاحقا ما ولاش هو يتعامل معايا، ولا يتعامل معايا واحد اظن ضابط او كبران ما بليش الرتبه تاعو، هو اسمه، هو يسمي روحو زينو، هو يسكن في الحاسي، هو في الحاسي، وكنت نتواصل معاه، هو اللي كان يعطيني التعليمات. يعني ذلك هنا ما يسمى بالوفيسي تريتون، يعني الضابط اللي مشرف عليك لم يعد هو عملياتي، لم يعد هو القائد، قائد ماجنتا، قائد المخابرات الداخليه العقيد صالح، وانما احد مساعديه اصبح يعطيك التعليمات. اكيد او راهو كان لهي في ليزافير استاذ، في المعلومات في ليزافير، ويهز دراهم ويدير الابتزاز البرلمانيين ورجال الاعمال ويدي لهم دراهم وكون ثروه طائله. وطلب منك العقيد صالح، طلب منك باش تتوقف تهجمش على رحموني هذا، صح؟ اشخاص معينين، نعم، من بينهم البرلماني نبيل لهيبي مالك فندق جاسمين، وايضا البرلماني صالح قدابره. يعني هما اصدقاء مقربين لي، وكانوا يعطوا دراهم، يعطوا كل دين شهريه للعقيد صالح. طيب انت كم التقيت العقيد صالح، مرتين ولا ثلاثه؟ لا، مرتين، دو فوا. مرتين، واصبح ديك التعليمات، والتعليمات الان بدل ما اللي كما كانت من قبل انهم برلمانيين ورجال اعمال يتهجموا على بعضهم ويستغلوا الحراك، اصبحت انت الان الهدف هو تهجم على الاحرار، تهجم على الدوله المدنيه، تهجم على اشخاص معينين بما فيهم قدور شويشه اللي هو مناضل معروف ما يساري. نوجه له تحياتي، وانسان محترم هو، وزوجته الصحفيه كانت زميلتي في جريده ليبرتي، استاذه نوجه لها تحيه من هذا المنبر ليها والاستاذ قدور شويشه، ونقول له انا اسف ونعتذر له بحكم ما عنديش تجربه، وبحكم المانيبيلاسيون، وبحكم الاوضاع الاجتماعيه اللي كانت عندي انذاك، ولكن الحمد لله انني تراجعت عن هذا الخطا ونحاول نصححه. طيب ذكرت باللي اشتغلت معها في جريده ليبرتي، طبعا هي فرانكوفون وكتبت في ليبرتي. لا ما اشتغلتش معها استاذ. ما اشتغلتش معها. فرانكوفون وانا اروبوفون. ولكن كنا نلتقي في الميدان، انسانه محترمه، صارت لها حادثه، يعني مناضله مكافحه، مرات عدى عليها عمار تو وزير النقل، صارت لها قبل ما نتحقق انا في الصحافه على ما اظن في سنه 2006. راهي انسانه محترمه وماهيش شياته، من بين الصحفيين اللي عندهم كفاءه وانسانه نزيهه وتقول كلمه الحق. نوجه لها تحيه كبيره للاستاذه زوجة قدر شويش. جميله الوكيل الاسم نتاعها، صحيح؟ مدام جميله الوكيل، نعم. طيب الان هل كانوا يعطوكم فلوس باش تهاجمونا، يعني باش تهاجموا الاحرار وتهاجموا الدوله المدنيه؟ صراحه انا ما كنتش ناخذ فلوس، مجانا. مجانا كنت تدير فيها؟ فقط وعود بالحمايه، ووعدوني انهم يوظفوني في الاذاعه الجزائريه بوهران او وكاله الانباء الجزائريه بمنصب طار وبعقد عمل
يعني سي دي كونترا دوري انديتيرميني. كم كان عدد الاشخاص اللي كانوا معاك اللي معطينهم هذه المهمه اللي هي تهجم على الحراك والتهجم على الاحرار الى اخره؟ في كنا في كثير في كثير، ولكن انا شخصيا كصحفي كنت انا، في هناك صحفيين اخرين من بينهم الصحفي في الخبر وهو مجند من قبل المخابرات، نتحفظ حاليا على ذاك الاسم ويعرف نفسه مليح شكون هو. هو كان يدعي انه حر وانه ضد، ولكن كان ينقل معلومات عن الحركيين وعن الاحرار والناس اللي تجيو عنده الجريده يشكيو، وكان يرفع تقارير الى المخابرات. لا في الحاله هذه ما لازم تذكر اسمه، لان هذا راه يضر الناس، فالناس على الاقل باش يعرفوا من هو هذا. هو حاليا تقاعد. نقدر نذكر اسمه، هو الحسن بوربيع، المدير الجهوي لجريده الخبر بوهران. لا، لأن هذا مهم جدا، لأن الناس اللي مازالوا يشتغلوا أو مازالوا يضروا الناس، مليح الناس يعرفوا، أذكروا الفاسقة بما فيه، يعني مليح الناس يعرفوا هذا النوع. الحسن بوربيع هو كان عنده مشكلة مع سولة صالح زيتوني والي معسكر، ويدعي أنه معارض وأنه يكره النظام، ولكن هو عميل للمخابرات الجزائرية.